شايف ان في شبه كده من حسام عبد المجيد بتاع الزمالك ونفس المركز ونفس ربما الطول والكوره يعني والستايل بتاعه والكلام ده كله شايف كده. طيب قول لي يا شكشك، انت اتمرنت مع كابتن حلمي طولان والكابتن واتمرنت مع فييرا، تمام، فرق الفترتين دول ايه؟ والله يا كابتن، فتره الكابتن حلمي كانت يعني كانت اقوى شويه لنا في الدوري، كان لنا يعني مثلا بنلعب فرق في الدوري كانت بتعمل حسابنا اكتر، كان شكلكم كمان حلو قوي، كان شكلنا في الملعب. اه بنلعب مثلا كنا غلبنا الزمالك مع كابتن حلمي، فبالتالي احنا كسبتوا الزمالك، كسبنا 2-0. لو عندك الماتش ده هاته لنا بسرعه. فلما بنخش على مين جاب الجونين يوميها؟ كان علي فوزي وابوكا جوني بوكا. ابوكا. اوكي. فانت لما بتكسب الزمالك فبتخش الماتش بعده، فالفرقه بتبقى جايه عامله حسابك. فمستر فييرا لما جه احنا ما كناش موافقين قوي معاه، فخسرنا كذا ماتش. فاي فرقه بتيجي بقى هتيجي علينا، احنا خسرانين فلسه مش ماسكين في بعض كده، مش ايد واحده. مدرب جديد، مش عارفين حتى احنا نديله حقه قوي يعني. هو ممكن يكون اتظلم معانا كمان لانه مدرب كبير طبعا. هو شخص انساني ممكن كبير في السن، لكن يعني لا، وفي الكوره هو شخص انساني جدا يعني، هو له تجارب ناجحه يعني. انا بس في جه يعني. كويس. يعني ده الفرق يعني. شاف ان الكابتن حلمي كان فترته قوي، انتوا ظهرتوا مظهر قوي جدا يعني. انا عارف ان انت كنت مرشح برضو للزمالك، دي معلومه عندي يعني. ده حقيقي مظبوط مش كده؟ الحمد لله. مظبوط. كان حد كلمك ولا حاجه، ولا كان حوارات بس وكلام وبتاع؟ لا، كلام. شوف برضو سوشيال ميديا في السكه دي. عندنا في النادي برضو كان كذا حد كلمني، بس ما كنتش مهتم قوي برضو. ليه مش مهتم؟ لان الموضوع مش جد قوي، فمش عايز اشغل دماغي. برافو عليك، لان اكتر حاجه تربك اللاعب انه مروان يفكر. اروح هنا اروح هنا اروح هنا. انت مركزك ايه اساسا؟ ده الماتش بتاع الزمالك بتاع 2-0 ده. مركزك ايه كان في الملعب يعني؟ انا عارف كذا يعني في مراكز كتير بلعبها. ايه بقى؟ بلعب باك رايت، بلعب باك ليفت، هاف رايت، نص ملعب، ديفندر، 8. تمام، مراكز كتير. الله، يعني انت المدرب ممكن يلعبك في اي مركز من دول؟ انا لعبت مع كل مدرب مركز تاني. وانت مع كابتن حلمي لعبت الثمان مراكز دول يا راجل. لعبت كل المراكز ماتش واحد. يعني في ماتشات لعبت فيها باك ليفت كتير، في ماتش لعبت فيها باك رايت كتير، في ماتشات لعبت ديفندر، في ماتشات لعبت فيها رايت. يعني كذا. ومع مستر فييرا برضه لعبت باك ليفت. لعبت هاف رايت، لعبت باك رايت، لعبت 8. يعني كابتن احمد كوشر دلوقتي بيلعبني 8 وهاف رايت. اوكي. فانا لما اشوف اي مدرب محتاجني في مركز انا ما. طب دي ميزه دي ميزه كبيره قوي يا مروان دي. طبعا. ان شكشك يبقى عنده يعني قدره انه يلعب في اكتر مركز. يعني منتخب مصر احيانا بيدور على لاعب جوكر يقدر يلعب في اكتر من مركز، لان دي بتحل له مشاكل كتير جدا. طبعا. خاصه لو اثناء المباراه حد اصيب، حد كذا حد كذا، الامر بيختلف جدا يعني.